أهلا وسهلا بكم في سلسلة الفيديوهات التدريبية على منصة بروكوست إيبوك سنترال للكتب. الفيديو الثاني يتضمن نظرة على قارئ إيبوك سنترال. عند إجراء عملية البحث يمكنك فتح أي كتاب بالضغط عليه. صفحة تفاصيل الكتاب ستقوم بعرض معلومات الكتاب كعدد الصفحات التي تستطيع نسخها أو حفظها بصيغة PDF، كما يمكنك استعراض قائمة المحتويات والفصول. بالضغط على قراءة أونلاين سيتم فتح الكتاب. يمكنك إغلاق النافذة إلى اليسار لاستعراض الكتاب بصورة أفضل. يمكنك استخدام ماوس للذهاب إلى أي صفحة في الكتاب. كما يمكنك كتابة رقم الصفحة والضغط على إنتر للذهاب إليها. يمكن تغيير حجم الخط بالتكبير أو التصغير. يمكنك إضافة علامة تبويب من هنا أو من هنا. كما يمكن إضافة ملاحظة على الصفحة للرجوع إليها لاحقا. يمكنك تضليل النص للإشارة إلى المعلومات الهامة. كما يمكنك الاستشهاد بالكتاب أو مشاركة الرابط. يمكنك أحد الصفحات بصيغة PDF أو نسخ النص من هنا. كما يمكنك تحميل الفصل كاملا بصيغة PDF بشرط أن يكون عدد صفحاته ضمن حد الحفظ اليومي. يمكنك تنزيل الكتاب كاملا على جهازك أو هاتفك الذكي من هنا، وسنقوم بشرح آلية تحميل الكتاب كاملا في الفيديو التالي. النافذة الموجودة لليسار تعطيك خيارات أكثر، على سبيل المثال استعراض المحتوى أو رؤية جميع الملاحظات التي قمت بإجرائها على الكتاب. تذكر سيتم حفظ الملاحظات والكتاب بشكل تلقائي ووضعه في رف الكتب. يمكنك البحث داخل الكتاب واستعراض النتائج من خلال أو من داخل الكتاب نفسه. في حالة الحاجة لحفظ فقرة معينة يمكنك تضليل الفقرة وتضليلها بألوان مختلفة، أيضا بعملية إضافة ملاحظات أو القيام بعملية النسخ من هنا. شكرا لطيب المتابعة.